مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في معرض صور بعيونهن، والذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم 8 آذار في كل عام. هذا المعرض تنظمه مؤسسة بيت الصحافة في غزة، ويشارك فيه أو تشارك فيه 3 مصورات من القطاع. سنتجول فيه ونشاهد الصور المعروضة فيه ونتحدث مع المصورات والحضور لنرصد آراءهم فيه وفيما عرض من صور التقطها عين المصورات في القطاع، المصورات 3 المشاركات فيه. ونبدأ مع المصورة نادية حسنية، وهي من التقطت هذه الصور التي نراها الآن، هي معظمها صور للبحر ولجمال الطبيعة في غزة. نادية يعطيك العافية، لو تحدثت لنا عن هذه الصور التي اخترتيها أنت لتعرض في هذا اليوم وفي هذا المعرض. أنا بالذات اخترت صوري اللي فيها بتسلط الضوء على جماليات موجودة بغزة. أنا كنت حابة أغير الصورة اللي ناس برا غزة مخداها عن غزة، اللي هي غزة اللي فيها المعاناة، الحصار، الألم. فأنا أنه لقيت أنه كل الناس برا انطبع في ذهنهم هذا الشيء، فأنا حبيت أنه أغير هذا الشيء وأبين. أعتقدك نادية هذه الصورة ليست موجودة، صورة الألم والوجع والقهر اليومي في القطاع. صحيح موجودة، لكن زي ما هي هذه الصورة موجودة، لكن في الوجه الآخر لغزة، يعني في غزة تحب الحياة، فيها المباني المعمارية، فيها التاريخ، فيها الحضارة، فيها التراث، فيها شاطئ بحر غزة، فيها ناس أكبر قدر من الناس المتعلمين، فيها ناس طيبة. فحاولت يعني، ومهنتي أنا مهندسة معمارية، يمكن كان لها أثر في أنه تأكد على أثرت يعني على بحثك عن الجماليات. وفي الواقع جمال الصورة في قطاع غزة انتصر على القبح فيها، لعله ينتصر في الواقع. أشكرك جزيلا نادية، وكل عام وأنت والنساء جميعا بخير. وننتقل الآن إلى جزء آخر من المعرض، تعرض فيه صور للمصورة الفلسطينية زينب عودة، وهي صور كما نرى تركز على ربما لحظات تقتنصها من حياة الأهالي في قطاع غزة ونمط حياتهم ونمط عيشهم. هنا تتحدث فيه عن العمال والفئات الأبسط، الفقراء الذين يعيشون في ظروف قاسية، ويعني تعمدت كما هو واضح في هذه الصورة التقاط يعني ملامح لكبار السن في قطاع غزة، لكي تري المشاهد ومن يشاهد هذه الصورة أخاديد التي حفرتها الزمن على وجوه كبار السن والأهالي في قطاع غزة جراء معاناة طويلة وسنين قاسية من الحصار، وقبلها سنين أطول من التهجير ومن الغربة ومن أنواع وألوان المعاناة التي يشهدها القطاع. كما يعني رصدت هنا لوحة جميلة يعني للنساء، هن يمارسن الرياضة، وهذه السيدة كما نراها في هذه الصورة. لعل كل هذه الرؤية التي نراها في الصور تلتقط شيئا مختلفا في من حياة قطاع غزة. سنتحدث الآن مع السيد بلال جاد الله، مدير مؤسسة بيت الصحافة. السيد بلال، يعني باعتقادك هل للمرأة رؤية خاصة؟ هل لها عين خاصة تلتقط ما لا يمكن لعدسة الرجل أن تلتقطه؟ يعني بالتأكيد نحن بداية كمؤسسة بيت الصحافة نسعى كما نقول دائما إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير والإعلام المستقل وإبراز المواهب. اليوم هذا يوم العالمي للمرأة، وهو يختلف عن أي مكان في العالم. اليوم العالمي للمرأة يعني لنا الكثير في فلسطين، يعني المرأة والدة الشهيد، زوجة الشهيد، ابنة الشهيد، شقيقة الشهيد، يعني المعاناة. لذلك نحن قررنا أن نقيم هذا المعرض لندعم، واسم هذا المعرض بعيونهن، لندعم هذا التوجه لدى المرأة، لتقوم المرأة بالتقاط صورة للمرأة، لأن أكثر من يعرف من معاناة المرأة هي المرأة، وبالتالي هذه هي الفكرة بعيونهن، هي فكرة لأن تتجسد المعاناة بعيون النساء، بعيون المرأة. وبالتالي كما تشاهدون هنا في هذه الصور، هناك العديد من النساء الذين يعملن في مهن صعبة ربما لا يستطيع الرجال القيام بها. هنالك الفن، هنالك الرياضة، هنالك الثقافة، هنالك اللمسات الفنية للصور، وبالتالي هي فرصة لتسليط الضوء على كما قلت أنت اللمسات الفنية للصور مختلفة عن تلك التي يلتقطها ربما المصورين الرجال. بالتأكيد يعني عادة عندما أنظر إلى مثل هذه الصورة عادة تكون رجال وسط الدمار، لكن أنظر إلى صورة المرأة وسط الدمار، مرأة ولكنها بعدسة امرأة أخرى تعرف معنى المعاناة، تعرف كيف تعاني هذه المرأة مثلها. وبالتالي نحن نريد أن نشجع المرأة
لأن حتى لا يكون هناك فواصل في العمل الإعلامي، حتى تلقى منا التشجيع كرجال وكمؤسسات وكمؤسسات فاعلة في المجتمع. يجب أن يكون للمرأة دور فاعل حقيقي وليس شعارات، وبالتالي عندما تقوم العديد من الصحفيات بتصوير هذه فرصة لتسليط الضوء على هذه الصور ولإبراز مواهبهم ولتشجيعهم على. أخيراً، باعتقادك هل بإمكان المرأة والمصورة بشكل خاص أن تثبت حضوراً ومنافسة في هذا المجال؟ وأعتقد بالتأكيد هذا صحيح، وقد تكون منافسة يعني قوية وقد تحصل على أعلى المراتب في هذه المنافسات، وهذا هو الدليل. انظروا إذا هذا الجمال من الصور وهذا الروعة في هذه العدسات التي التقطت هذه الصور. أشكرك جزيلا السيد بلال جد الله مدير مؤسسة بيت الصحافة، وسنواصل وإياكم مشاهدينا الكرام مشاهدة هذه الصور المعروضة في المعرض، وهي فعلا هنا تتحدث عن بعض المهن الصعبة التي تمارسها السيدات في القطاع هنا، مهنة النجارة التي ربما بدأتها واحدة من السيدات لتتغلب بها على الفقر وعلى النظرة المجتمعية في آن معا. هنا زاوية أخرى من زوايا المعرض سنراها ونشاهد معكم اللقطات التي التقطتها عدسة المصورة سناء العاجز، ربما هي حاولت أن تلتفت إلى ألوان الطبيعة وإلى جمالياتها وإلى لحظات الفرح التي يعني تنتصر غالبا على لحظات الحزن والألم في كثير من مناطق قطاع غزة. ولعلنا الآن نتحدث مع واحدة من الموجودات لتعطينا رأيها في الصور المعروضة. يعطيك العافية، أنت موجودة معنا هنا في هذا المعرض وشاهدتي الصور، ما رأيك فيما شاهدتي؟ للأمانة الصور كتير حلوة وكتير معبرة. حاضر. يعني لاحظت أنه كتير بتعبر عن واقع المرأة الفلسطينية، بتدخل لعمق. يعني في صور وقفت عندها كتير هناك، الستات التفاصيل وجه الست شايفة. طيب، يعني هذه الزاوية من المعرض. أيوة. ربما تناولت الجانب الخاص بالمرأة فقط، ما هي أهم الصور التي لفتتك في هذه الجوانب من المعرض؟ هذه الزاوية ولا كل المعرض؟ لفت انتباهي جسدت معاناة المرأة الفلسطينية بملامح وجهها في هذيك المنطقة، ملامح المعاناة. على فكرة أنا في شخصيات كمان يمكن يعني مر علي قبل هيك في الشخصيات هذه، جسدت معاناتها بالضبط، يعني خطوط السنين اللي في وجهها ركزت عليه فرسمتها بشكل يعني أثر فيها للأمانة. شكرا جزيلا لك. وسنتحدث أخيرا مشاهدينا الكرام مع المصورة سناء العاجز التي التقطت هذه الصور الجميلة في هذا الركن من المعرض. سناء يعطيك العافية، لو تحدثت لنا عن لماذا اخترت هذه الصور بالذات، هل جميع صورك بذات الشكل والطريقة للطبيعة والألوان الموجودة فيها؟ لا بصراحة أنا حبيت أنوع، يعني تعمدت ذلك انه نوع في جانب حتلاقيه يتحدث عن المرأة الفلسطينية المناضلة والمكافحة، بتقف جنب الرجل في الحياة اليومية وبتسانده، وحتلاقي السيدة الفلسطينية المتمسكة بالعادات والتقاليد والثقافة الفلسطينية ومفتاح العودة، وانه يعني التمسك بالأرض وحق العودة. حتلاقي مثلا صورة رمزية انه بتحكي عن مساندة، يعني كيف انه الجدة بتساند حفيدها وباستمرارية حقوقنا، ويعني كثقافتنا ومتطلب يعني رسالتنا احنا كفلسطينيين بشكل خاص. حتجدي صورة مختلفة جماليات انا ستيل لايف، هتلاقيها جماليات يعني بنظرة مختلفة. هذا عن صورة احمر الشفاه والعطر سبيشال للمرأة. ثاني شيء هذا بيعتبر شيء تجاري، تصوير تجاري، فحبيت ابرز انه المرأة قادرة انها تصور حياة الشارع، وقادرة تصور انه تصوير الأطعمة، يعني جانب فني ومنه تجاري منه جماليات وهيك. من السهل ان تعمل المرأة في قطاع غزة مصورة فوتوغرافية؟ اكيد مش سهل، يعني كل مجال له صعب شوية، يعني له صعوباته طبعا وهيك، وشوية في يعني ثقافة المجتمع بدأت تتلحلح بالضبط، وتتقبل فكرة انه في سيدة مصورة، وان شاء الله بكرة حيصير اشي يعني عادي وانه الثقافة تصير احسن وهيك. أنا.
أكيد. أشكر لك مشاركتك في المعرض وهذه الصور الجميلة التي أتحفتنا بها، شكرا لك سناء. ومشاهدينا الكرام، كما نرى وإياكم هذه صور ربما فيها اللمسة الأنثوية التي لا يمكن لمصور الرجل في كثير من الأحيان، ولا أقول دائما، أن يلتقط ذات المشاهد، الجانب الإنساني والعمق الإنساني في الصور وفي المشاهد اليومية التي ربما لا تلفتنا، ولكنها حين تلتقط وتوضع في المعرض نرى فيها جوانب ربما كنا نغفل عنها. بعيونهن كان هذا المعرض الذي شاهدناه وإياكم، وشاهدنا بعضا من الصور والزوايا فيه، وهو الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 آذار في كل عام كجزء وكنوع من التكريم للمصورات الصحفيات الفلسطينيات اللواتي يواجهن صعوبات جمة في عملهن في القطاع، سواء كانت من بعض الرفض المجتمعي الذي كما قالت لنا المصورة سناء العاجز بدأ يتلحلح، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بطبيعة العمل بالذات في أوقات الحروب والطوارئ والأزمات. أشكر لكم متابعتكم لهذه الجولة، ونودعكم، فإلى اللقاء.